بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشرك أفرتني صدحات صماء كنام إذا كتابك عدة السالك وعدة الناسك لابن نقيب المصري رحمة الله عليه. عاون مكوّد ناسداً بار كان والله تلو مقلي وعديار وحين كو قد جري كتاب الصلاة، حين ودن بيي صلاة الجمعة دور مسلوين بينو كقر لابن وصلاة كواد وسؤالك يمدها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مذهب كوركي سواء وغاني مذهب مذاهب كله مجران وان كل جينين ركني سفاء جمعوين بدنو أصحان صلاص ما يشاء أدي مذاهب لا هذا نكون مذاهب من آخرني هنا مذهب كشافعي مذهب كحنابلة وحي قوانين الصلاة والسلام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن تهاي وأركان الخطبة كم إذا. أما مذهب كمالكية ذي حنفية ذا حليهم الركن معها والصنع وكذا مذهب كتقليدين يسيكوا أصحي شاخ صور عنه فالتلوات قف كير مخطبين كرا هادي وقف وحكى لسوء عيوية سوك علم ذو حيري هذه المرة هدي إمام نمدي سوء أصحي إن يخطب بدي سوء أصح ذو من باب أولى سوك شروط الله شردنا يا صلاة الأحد هذا يا وحكى أذكتها شروط خطبة تانا واحد قاس تصدحات قف دو مرة مخطبين كرا ومي الحاشي ذا منهج كسارم بونكو عدي ودات سليمان اسكالة او يري ذكور يدو اصلا واب الشردي في خطبة الجمعة ما هي خطب كورتان يلا خطبة اخر يوم يكون دول سعون بغير تانا وانتا سو ايش هاي دي شيخ كتابك اشكال كان سو ماين هي صابح كتابك داري منهاج انا يدين شيخ ماشوي ماشي شيخ اشكالك واسكتو صحيح باب صلاة الجماعة صبحي أيمي وأنا كيغا أيغان تسرها أنك أنك تسكون مسخضة هذا وكلاية باب صلاة إيش الجماعة بالله وقيدة فيج كهرة وتسن للنساء والمسافرين صح؟ ما لا هي بيج مثلا مثلا وحاوي يام بيج كأبقل صدني السقال دار من هاتوي طعم أنا يام شيخ أنا بيج كيوي كتابك وقال لي صدح مع أنوار المسالك دارتها شيخ عطوهيستا واي وتسن للنساء والمسافرين سوك مقر وللمقضية خلف مثلها يا سنة ظهر تظهر سمعنا لنا سبح تسبح سا سمعنا لنا والله صدق دين لا خلف مؤدات اللهم مقضيته كان إن من مؤداتها كتبت كتو لا ذن ما بنا أنا كمان دقنا لا تصن ويسا ومقضية ها شايفون دك شايفون دك ومقضية غيري أنا وحوي أديك الصبح سوا قضينا يا بالظهر قضينا هنا كده بحرته الله ما صن يو بنا أنت لك أيوة حساب الحسن بيجك دار من هاجوي بيجك بقر أفرتني الشن ما الله هي ويصح فرض خلف نفل وصبح خلف ظهر وقائم خلف قاعد وأداء خلف قضاء وبالعكوس تم حالي هلا يا الصحيتان تانا وحال قال لي يا ما في عنده مسمى في عنده استعارضه يا مركز استعارضه أيوة
كصح باب صلاه العيدين لبدي عيد صلاه دودي باب كودي ايا هلكن لوغه ورميا ان و خوير وهي صلاه العيدين سنه سنه وهي سنه او مؤكده لا ادكي ويندب وا سنه ولا سنه يا لها صلاه العيدين كي وحا لو سنه يا الجماعه صلاه دين ودا جيرته شيخ هلكن وخوغا ليا صلاه العيدين العيدين مشتق وحالي صون نقنق شهد سنتك وكسون نقنق أنا عيد لوجو مجعاب صلاة العيدين حكم كذا أيو مركب كوبات كهاد لي كدي من الجماعة اللي قلتوا كان مثل الجماعة اللي قلتوا كان أيو أيو شاخ كهاد لي وحير حكم كذا وسنة مؤكدة علماء قار كتب لهم وواجب وكذا لكن حيسكو يجمع سين علماء يسكو رعسين إن نهاية فرض عين عدك سايسون كوعين لكن ماذا بواك وسنة مؤكدة ويندب لها الجماعة وحوية صلاة عيدين حافي عن سنة وحبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ها إن صلاة وذكرية جماعة لقد كذو ساسو اللهم القف مويين قفك حاجك قفك هولك لكم مشغول سين يقوني دي سوسو قد كنية وقت قيد صومة وحير ووقتها صلاة العيدين وقت قيد يحل قيد من طلوع الشمس وقرحة صوت على التان كذا كبلا وتوي ويندب حال السنية من ارتفاعها قرح دي قورت أي سوكر نقطة قدر الروح ورن جوجي إلى الزوالي انت اللي قاري قرح دي انتي ويعاني سوء حقايا قبل نعم وقت قادة حكاها اللي وقت قا أي بنانتا هنا تكتئ إيو وقت قا أي في عانتا هي السنة دا هنا تكتئ ولكن وقت قا أي بنانتا هي ومن طلوع الشمس من طلوع الشمس قرح دي مركز سأو صوت حتى يسنجارين شن يتوان دقيين كارين أما قدر الرمحيين يسنجارين سلامرك هو تكون كرتا صوتها وصلاة صوب له حقي كره هذا ويكون بحسوم قرنيس ويندب من ارتفاعها قدر الرمح إلى الزوال وحوي وحافي عن أو صنعها إن جوك أم حال به جري ورن جوكي إن لأك ورأي العين انت أي كسو كرنقونيس إلى قبل دع انت اللي كارين فأم قرح ذا انت يسنحق قبل دع هذين ده انت حسن واسد السنة هوي وفعلها صلاة عيدين كإن لسمية في المسجد مسجد أحد إن لقوا السمية أفضل فضل بعض إن التسعوية هدي واسع نخونا يهددك فإن ضاق هدي عير اليومية في الصحراء وبنانك أفضل فضل بعض تنا وحوي من مساجد كإن لقوتوا كذا من سما صلاها إيمالها قرأ إن الله بحق وبنانك الله بحق غير مساجد كإن لقوا السمية يا فضل بعض والله باش تشير ميدو شيغ ميدو وسن شيغ ميدو شيغ waxa way hadduu masaajidku u waasac noqonay dadka in masaajidka lagu tukado sidoo kale uma waasac noqonay laakiin roob baa jira idana masaajidka lagu tukado hadii laakiin ciriiri ay tahay somo banaanka ayaa fadhi badan ku yira waxa laga soo reebi masaajidii saddex ahayd taayada waxa fadhi badan masaajidda in lagu tukado labadii masjid iyo masjid al-aqsa ويندب وحسنا ألا يأكل إنو سنعن في الأضحى في عيد الأضحى إنو سنحوعن حتى يصلي إلى أكت كذا ويأكل وأن يأكل إنو عنا أيا سنعن في الفدر فدر كالحديثة يعني عيد الفدر قبل الصلاة صلاة هرتيد إنو عنا تمرات تمر أو تمرين عنا وترا ترئس ليران نوع عنا تنين وحاوهي قفكو مركو صلاة عيد آذي إنو وحعنا ما الله سنة يامس الله سنة وعلى كالقادي صلاة عيد وآذي هذا عيد الأضحى وحمع عنا قفصوا أفرهم بوعاشيخ هدي لكن عيد الفطر وهذا يا إنه دور تمر عنا ترى إسدار روعنا يا الله سنة يا سفر الله دريما إن وصل صنعة صوت وصل بس بس ويغتسل وأن يغتسل يا سنة إن وقبيس بعد الفجر فجر كجداش سين وقبيس وإن لم يصلي يسمى تكن عيدينك ويجوز بناية قبيس من نصف الليل هبينك نسك سد على جسوب بالعب ويتطيب وأن يتطيب انت النتائج عارين هلك انه حقا على شيخ وقبيس ان السنيه هي عيدين كلو قبيست وانه صوم الريو الاغسال المسنونه بين قصامر شيخ مرك و حكوا له غور ما يا لا قبيسن وحال قبيسن بعد الفجر يا لا قبيسن غور مبنان هي ان لا قبيست هبينك نسكيسا كسو بلاوت صوت علم وحي و دهن هبينك نسكيسا كسو بلاوت تدك ميلها فك فك دغن اي سو اديه ماشي عيد لو تكن يا هدي لو ادكيو بعد الفجر بس الله هل يا انك ادكات هذا أنا حلي هرات، مركب هنا يحلي هرئس كسوق بستان ويمهدان يا لبني، وإن لم يصلي حويا يوسم بتكنن صلاة عيدا يوسم بتكنن إنه أهمالك على قبيست، هنا قبيست قروح هي فرح إن أموتشنا فرح يا هبون، ما هو إنه لو هاد مرهدان بتكنن
اسكا جيان وضنيا مهبر شاق يحير ويتطيب وان يتطيب ان يسعد رايا ايا سنها ويلبس وان يلبس ان يحد احسن ثيابي دركي سكن او فرحان ان يحد مركب جمع العيدين كسؤالي يسعد رين اركك او فرحان او وناكسن كاس وصاق عدنيا مركب الله وعلى سعد رين يدركك او في عم مالقين اما هد تكد العيد اما يستكن اما قوبت اذا ايما اما قوبت تكن مالك اسكالي ان لقرحيو اركك الله يسكو قرحيو marka cid ay soo xadareysay cidan soo xadareen cid kasta wada garaba sheekhu xuyir iyo indow waxa la sunayaa xuduru sibiyaani caruurta in la keeno goobta ciida la keeno bizinatiin quruxdooda iyagoo ku soo noo oman qof in la keeno la tushtaha an la ishtahaynin inuu waxba laga doonaynin oo minan nisaa iyo dumarka haday bi ghayri qibin laakin iyagoon is soo xadareen wala zinatin iyagoo is soo qurxinin way kuro wala karada xuduurkii li mushtahatin mid oo لا اشتهي او لا دونا يدا او كلا تنين waxaa weeye caruurta waa la keenay caruurta go marka la keenay goobta ciida waxaa la keenay iyo quruxdoodii iyo xubadii dhan loo soo dhameystiray oo dharna loo soo xiray xitaa aan soo maray xitaa xariir waa loo soo xiray kara nooc idoon waa hadda diyaar ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينة نوحوية دمركو يقونا قيب إمن كرأي جراء أو صنع أو في عن إن قبت عيد أي ماذان وكوة أن إيه وكالة عيد وحكا دوني أي سنجرين تبالان إلا ننا دي غيسو خربية هيبوين لكو عيدان عربتم حيدان لكل ساقطة لا قدير كاو كلكم جر كاو كلكم جر marka cidan la istahaynin waxaanu laga doonayna dumarka kamid ah soo maaha way imanayaan laakiin shart waa inaan soo cadareynin inaan sanno waa inaan soo qurxinin ama hadii ay mushtahad noqoto ama ajuzan noqoto ama ay sanqan yaani hawarha noqoto ama gabar gashanta aan noqoto ma imanayso goobta oo waa karaha in ay imaato waa karaha شاخ حير ويبكر كلها يا نكي عيد ربي إن أتكد بعد الفجر فجر كجلاس سماشيا حال كوني ماشيا الصق أو لغينة ويرجع وصلى من في غير طريق يجدك وكنت جيد أنا هم بوك صلى تنا وحوي جارت العيد إن الآب ما هو صلاة إن تفرست إن ظهري وكلها لا يا هبا مركا تجي سنة وعند لغينة صايا سيدا صاكوف يعني مركا صلى بين سنة جدك موين جدك له ياتك صلى شيخ الحير ويتأخر ودبدع يا الإمام إمامك إلى وقت الصلاة الصلاة وقت جاد أنت لا جاري سوي إنه صاك الله ما هو أي سوي ودبدع يا شيخ الحير وينادى والله رواقي لها صلاة عيدينك والله رواقي وللكسوف قرح مذوباتي والاستسقاء الرضا لك الصلاة جامعة أي الله رواقيا إرجع مرك اللي يسوي آذان ما له إقامة ما له إرجع اللي يسكو بيسين يحل جي صلاة إن لا جاري والصلاة جامعة صلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة انت عربي يكون بناي لا وضع ولا رفعي لا وضع ولا نسبية كهرة الرفعية كدملة نسبية كهرة النسبية كدملة الرفعية عبرت يكون بناي وحين كل علم المر مبتدي خبر كيف اللي كلا جيني متكود هي مر إغراء لغو نسبنا هي مر حالة لغو نسبنا انت أم بتكون علم صح اللي أظن وهي عيدين كي ركعتان لو ركعود ويكبر تكبير سنيا في الاولى مد هراء وتكبير سنيا بعد استفتاح استفتاح قداشي ايون التكبير سنيا وقبل التعوذ اعوذ بالله انت سلين كور بالتكبير سنيا يكبر وحو تكبير سن في الاولى مد هراء دحدها بعد استفتاح حالته وقبل التعوذ حالته سبع تكبيرات سبع سنين فول كذلك تضرب التكبير ايوه تكبير سنية وفي الثانية وفي الركعة الثانية قبل التعوذ أعوذ بالله كار حالتين خمسا شن أيو تكبير سنية شن تو غير تكبيرة القيام تكبيرة القيام لقص الرأي وكجرين تكبيرة استاك يرفع كرية ليا فيها تكبيرات كأن حضوظ اليدين لوضع قعمد بكر قادي ويذكر وحسي الله ألا تعالى سري بينهن لوضع تكبير نحضوظ الله حسي ويضع دغيا اليمنى ميدكتنا على اليسرى قعنت ان بيدخدا هي دول دغيا هلك ما حاوي صلاه العيدين على ورك عدد كيفيه هيئه قاب لو توكدا سوما ها ركعه دهره الله اكبر مركو دهه او خيدو
intuu san istiftaaxi iyo tawajihi uusan bilaabin, acuudu billaahina uusan bilaabin ka hor ayuu wuxuu samaynayaa inuu takbiirsado toddoba jeer buu takbiirsado. Haddii istiftaaxa uu bilaaba wuu usoo laaban karaa takbiiraadka. Haddii acuudu billaahi bilaabana wuu usoo laaban karaa, laakiin rukniga haddii uu dhex galo oo faatixadii bismi illaahi walow basmaladu ahaatee ma soo laaban karo qofka. Waqabla tacawudi sabca takbiiraatin, toddoba takbiir allahu akbar waa in hubo oo yaqiinin ay yihiin. Haddii shaki iyo wax uu yimaado wuxuu qaadanayaa tirada yar. Tusaale ahaan wuxuu ku shakiyey inuu shan maray, inuu lix maray, shantuu ku binaynayaa u ku dhisaya. Ragcadda labaad sooma oo waxaa weeye marka uu soo istaago acuudu billaahi intuusan dhihin ka hor, takbiiratulqiyaamna uu la yimaado kadib buu shan takbiir la iman. Marka uu takbiirsanayo gacmihiisu sidee bay ahaanayaan labada takbiirood? Muxuu dhexaysiin masaa-ishaasu ka hadlo. Sheekhu wuxuu yidhi goorta uu takbiirsanayo gacmaha kor buu u qaaday sidii loo qaadi jiray markii takbiiratulixraam iyo takbiiratulrukuuc iyo arrafcu min arrukuuc iyo takbiir min alqiyaam min atashahud alawwal, afartaa takbiirooyinkii xil meeshii la gaadhsiin jiray ee la jamciyey imaamu shaafici wuxuu ku jamciyey inuu soo mar, sidii ayuu samaynayaa. Marka uu gacmaha sidaas sameeyo, markuu soo celiyo labada gacmood wuu isdul dhigayaa oo midigtiibuu bidixda dul saaray, uusan sheekhu sheegina halkaa laabta uuna saaraya, kadibna uu ku celin. Labada takbiir inta u dhexaysana sheekhu wuxuu ku yidhi allo xusayaaye iskama aamusnaanayo, aynuna in yar u dhexaysiin. Intaa u dhexaysiinaya xuska ay culimmadu sheegeen waxa weeye sheekhu sheegay albaaqiyaatu saalixaat wa akhrinaya subxaana rabbika la ilaha illa allah wallahu akbar wa akhrinaya. Sheekhu wuxuu yidhi walow taraka, haddii uu ka tago attakbiira allahu akbarti, haddii uu ka tago aw zaada takbiirka, yacni takbiiraadka haddii uu ka tago aw zaada ama uu kordhiyey fiihi takbiirkii wax ku kordhiyey sideed iyo waxbu ka dhigay, lam yusjud ma sujuudayo lisahwi liajli sahwi, halmaan awgii uma sujuudo, walow nasiyahu haddii uu halmaamamiya oo washaraca uu gudagalo fi tacawudi, waata masaladii aan hormarinay acuudu billaahi, haddii uu gudagalo faata maxalkeedii booskeediibu uu tegey wey. Halkan waxaa weeye takbiiraadkiibuu kas uga tegey ama kas buu wax ugu daray sujuudu sahwi ulaama imanayo. Haddii halmaan uu jira miya, halkee buu marayaa? Acuudu billaahi buu gaadhay oo tacawudkiibuu gaadhay. Sheekhu wuxuu yidhi waqtigeedii wuu tegayee kasii soco, laakiin muctamadka waa aragtaa. Muctamadka waxaa weeye hadduu takbiiraadkii halmaamo ama kas uu ooga tago, tacawudkiina uu ku dhex jiro, waqtigeedii uusan tegina uu ku soo laaban. Laakiin haddii uu qiraa'adii bilaabo basmaladii bismillaahi waxa dhehe, waqtigeedii uu tegay. Sheekhu wuxuu yidhi wayaqra, wuxuu akhrinayaa fi lulaa ay fi rakcati lulaa, ragcada koowaad wuxuu akhrinayaa qaaf uu akhrin, wafi thaaniyati wafi rakcati thaaniyatan iqtarabat buu akhrin, wainshaa hadduu uu doonana qiraa uu akhrinayaa ragcada koowaad sabbix isma rabbika alaclaa iyo walkhaashiya, ragcada labaadna taas ayuu akhrinaya. Tanina waxaa weeye ragcada koowaad wuxuu akhrin lahaa, ragcada labaad wuxuu akhrin lahaa, yuu kuu sheegay. Tanna nebigu waa laga soo guuriyey sal alay wasalam, tanna waa laga soo guuriyey, saasuu ku waday. Markuu dhammeeyo labadii ragcadood muxuu samayn? Wuxuu yidhi sheekhu uma yakhdubu, khudba akhrinayaa bacdaha, salaadii ciidda gadaasheeda khudbatayni laba khudbadood buu akhrinayaa oo kal jumcati jumcado kale ah. Wayaftatixu wuu furfuran aluulaa midda hore nadban si sunannimo ah bitisci takbiiraatin sagaal allaahu akbar buu ku furfuran, wathaaniyata talabaadna bisabcin toddoba ayuu ku furfuran, walow khadaba haddii uu khudba akhriya qaacidan xaala kownihi qaacidan jaaza banaan wey. Tanina waxaa weeye markuu salaadii ka baxo laba khudba ayaa loo jeeday, labadaa khudbo waa labadii khudbe ee khudbatuljumca siday ahaayeen wey. Laakiin ta hore sifi sunannimaha wuxuu ku furfuran sagaal allaahu akbar, talabaadna toddoba allaahu akbar, walow khadaba qaacidan jaaza, wuxuu rabaa inuu kuu sheego khudbatulciideynka waxa ay kaga duwan yahay khudbatuljumca. Khudbatuljumca waxaa la shardinayay alqiyaam, soo maya tan qiyaamkii baan ku jirin, intaa bas uu rabaa inuu kuu sheego. Waatakbiiru takbiirkii iyo allaahu akbartii ciideynka ku dhex jiray mursalun mid mursal aha weeye, iyo muqayadun mid muqayada, mursalun mid la sii daayo waqti lagu xidhan
يوم مقيد المد وقت يحل له حرق فالمرسل مدي مرسل كايد وهو مرسل ما التكبير ويتكبير كأو لا يتقيد أن كح النيم بحال حل بل في المنازل كلها دحض ضال لقيها لا والمساجد المساجد دحض ضال لقيها لا والطرق الجدد دحض ضال لقيها لا يصن وحاسنا يصن السنوي في العيدين عيدين كدحض ضال وتكبير كمرسل كالسنية من غروب شمس ليلة العيد عيد هبين كذا هبين كقرح ذا قرح ذا بعتان كذا كبلابته إلا أن يحرم أنت وحرمنا يا الإمام إمامك صلاة أنت وجلي إلا أن يحرم أنت وحرمنا يا دي وجلي الإمام إمامك بصلاة العيد صلاة العيد أنت وجلي هل كان تكبيراتك صلاة الحديد كتير موين تكبيراتك خطبتين الحديد كتير موين تكبيراتك لا ترى تكبيراتك كلا قرما يوقفك تكبير سن قرما لو أقول يا قرما في عن وقوقا ولا كان قادي تكبيرك قيب ومرسل قيبنا ومقيد مرسل مركي لو هذا أرسل عن التقييد وين مقيد نحل بك حرين هو تكبيرك مرسل كأوحوك يرشاخ وكو تعريفيه وحوي ما لا يتقيد بحال حلك محلنا صلاة قداشة بونك حنين حلك لونك حنين أمال كثينا تكبير تا وضاء دردشاء يا لغاربا هدي مسجد تهي هدي جد تهي هدي قري تهي هذا السوق تهي ملك السواح على قار رواينا دلدا شو هذا كله جوجيني على قار روا وأنا مطلوب مرسل كاس قارما أيو مشروع يهي ولا كذي حل كذي اللي بدي عيد بوهرت ويكون جرتاع ومرسل كار روا تكبير كار عيد الفطر عيد الأضحى قارما أي قبل لعبن هين كعيد على قرح ذا يعني عيد ذا مركي جود كقش قبل لعبت إلا إمامك الصلاة أنتو كجلي الله أكبر وكرهي ولبنا أنتو رأيك جاري علم ذبيان أنتوي هدي أذو تكني سنة وتكل جو تكني سنة دي أذو أنت الله أكبر رهيس هداد هداد تكني لنا عيدين كنا تكن وهذولي إلى زوالك أنت اللي جاري واسك وذكرته واسك وذكرته وحير والمقيد ومدى مقيد كه وهو مقيد ما تكبير ويتكبير كويؤتى للإمادة به تكبير كعقيب الصلوات ثلاثة قداش هذا للإمادة وياني يصن السنوية في النحر ما أنك الرنوية لحديث فقط أو كليا من صلاة ظهر النحر كبلا ما أنك الرنوية ظهر كيس الصلاة كبلا إلى صلاة صبح آخر أيام التشريق أيام التشريق يا مالمه البوردك ما أنك أضم بين الصبح حيث السلاديس أنت لا جاري وهو مالك سنة الرابع العيد عيد كمالمه أفريوي يكبر تكبير سن خلف مسلك روكه الله أنت إن جاري مقيدك وكون تعريفية تكبيرك مقيدك حكير وصلاة هذا جلاش هذا بس وكحرين صلاة قبله دورات عصرات مغربات عشاء كواس بكحرين قلاش هذا تكبيرك مقيد كمركة عيد الفطر ما له عيد الأضحى يا أسكلا عيد الأضحى مقيد كذو حكب اللابن ما ننك لونوغ أما ما ننك الطبنا ذي عيد كب اللابتة إلا لغا قاري يبو شاخو كويرا أيام التشريق ما ننك قدام بيسا صبح هذا انت سوكوك شيخ وحوك يلي يعني دار منهاج هذا الذي ذكره هو في الحاج قفك حاجي على الرائم وقبل الله بحل قاس وما أنك الظهر كذا وقبل الله أما غيره صماء قفك عن حاجي ميشن وكلتشوه فالمعتمد أنه يكبر من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق هذا هو المعتمد حوي إن لقبل الله ما أنك سجالات يوم عرفة صبح هذا اللي قبل الله إلى اللي جاري أيام التشريق ما أنك قدام بيا عصر كذا أنت صاد وضعي ساعة قول كاس أنا معتمدة إمام النووي رحمة الله عليه كتبتي سنوات ومحل ليجر وحوجيلي دليل أهان عمل أهان باللبضة وحوجيلي كان كحوج بطن كومينات سو قرن ان انت ساشا وقيل العقيل كاس وانا قلت لها كد من سير اجيال قتاسه صح كانكم ما سمينا
meelaha qaarkood waa laga sameeya, inta badan lama sameeyo, waa lagula yaabay. Haddaad sii bilowdo maalinka carafa subaxeed, haddaad sii bilowdo waa lagula yaabay. Ninka maxay dadajinay? Goormaad bilaabay? Waxaa la bilaabaa un habeenka, maxaa la dhihi jiray ciida habeenkaana. Haddii midda aad waddo takbiir muqayad ah xilligaa marnaba kama bilowdo. Qowl wuu jiraa madhabka, saddex qowl baa ku jira. Waxaa weeye duhurku bilaabayaa, habeenka ciida maqribkeedu bilaabayaa, subax iyo micraf uu bilaabayaa. Inta way jiraan, laakiin qowlka raajixa camal culamaa alamsaari walacsaari wacaleyhi daliil huwa lmukhtaaru kadaaha waxaa weeye min subax iyo micrafa, laakiin lagama bilaabo, inkastoo meelaha qaarkood ay jiraan. Sheekhu wuxuu yidhi yukabiru, marka takbiirtaas muqayadka ah ma waxay ku qaydan tahay salaadaha maktuubaadka ee adaha ah bas ah miya, mise salaado gooni ah yani kuwaas oo kala, mise waa salaado dhan? Tiibu rabay inuu ka jawaabo. Wuxuu yidhi yukabiru, wuu takbiirsanayaa, khalfa alfaraa'idi, faraa'ida gadaashooda ayuu takbiirsanayaa, almu'addaati, faraa'idi almu'addaati la gudanayo xilligoodii u taagnaa, waalmaqdiyati, tii lasoo qadaynayay, min almuddati, muddada yani ay salaada ciid ahay jirto, iyo waqablahaa, tii ka horreeyay yani intaysan ciidda aysan imanin, walmunduurati, tii lagu nadiray, iyo waljanaasati, janaasadii, iyo walnawaafili, sunnooyinkii oo dhan uu takbiirsanayaa gadaashooda. Soo lama dhihin muqayad waxaa la yidhaahdaa maa yu'taa bihi caqiiba salawaati, haa salaadahaas mi salaada gooniha. Sheekhu wuxuu ku yidhi faraa'idoo dhan gadaashooda waa la takbiirsan, ama xilligeedii ha joogo oo adda ha noqoto, ama salaad lasoo qadaynayo. Salaada lasoo qadaynayo laba midan bay noqon, imaa inay ciidinkan ciidan ciidulabxaa dhexdeeda kaaga tagta soo qadaynayso, yacni maalmaheeda inay kaaga tagto soo qadaynayso, inay ka hor kaaga tagto, ama ka hor kaaga tagto, ama maalmahana kaaga tagtay, haddiid mar salaad soo qadaynayso tukanayso, waxaan dhahaynaa waad takbiirsanaysaa, sababto takbiirtu waxay astaan iyo shicaar ay u yihiin maalmaha. Marka salaad kastood maalmaha tukanayso waxa weeye waad takbiirsanaysaa gadaashooda. Almandhuura, salaad haddii aad ku nadarto waxaa la dhihi jiray iyadana waad takbiirsanaysaa gadaasheeda. Janaasadii xitaa haddii aad tukato gadaasheeda waad takbiirsan. Annawaafil sheekhu wuu qaydi, yacni ama ha noqoto kuwii rawaatibta ha noqoto, ama kuwii dawaati sawbka ha noqdaan, ama ha noqdaan midii mutlaqaahayd ha noqoto. Marba haddaad salaad, ereyga salaada haddaad ka baxdo oo tukato maalmahaas gadaasheeda, takbiirta ayaad qaadaysaa, laana takbiira shicaaru lilwaqti wey taas. Sheekhu wuxuu yidhi walow qadaa, haddii uu qadayo fawaa'it almuddati, muddada ciideenka ah salaadihii ku tegay bacdahaa, muddada gadaasheeda haddii uu qadayo lam yukabir, ma takbiirsanay. Tan waxaa weeye ciideenkii ama ciidul adxadii aan dhahno salaadihii afartee saddexdii ayaam tashriiqi maalinka yowm naxri ah aduu maalin ka mid ah, iyo salaadii duhur tusaale ahaan kaa tagtay, waxaa soo qadaynaysaa labaatankii carafo ama dilxija ayaa sarabtaa inaad soo qadayso maalinkii labaatanaad, maalinkii shan iyo tobnaad, ama ka dambeysa ma takbiirsanaysaa gadaashiisa mise ma takbiirsanaysa? Lam yukabir buu ku yidhi, sababtoo ah takbiirta waxay astaan u tahan dhahnay waqtiga, waqtigiina waa la soo dhaafa. Ee ma dhahaysa salaada maxaa iska lahaa xilligaas, aad iska lahaa takbiir baan keenaya. Wuxuu yidhi wasiiqatu, qaabka loo takbiirsana, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar weeye. Fa in zaada, haddii uu kordhiyo, maa iyo ladii ka ictaadigu ay ka caada dhigteen annaasu dadka, fa xasanu weeye, wahuwa kaay dadku ka caada dhigteen, allahu akbar kabiira ilaa aakhiri, ilaa aakhiri tatimadana sheekho halkan uu kugu sheegay, walxamdu lilaahi kaiira, subxaana allahi bukratan waasiila, laa ilaha ila allah, walaa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun, laa ilaha ila allah waxdahu sadaqa wacdahu wanasara cabdahu wahzama alaxzaaba waxdah, laa ilaha ila allahu wallahu akbar. Taas wey siiqada iyo qaabka loo takbiirsanayo, takbiirtu ama muqayad ha noqoto ama mursal ha noqotee, waxaa weeyaan buu ku yidhi sheekhu, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Tan weeye oo atharkiiyo xadiidka ku sugnaatay, dadku waxay ka caada dhigteen oo kuwan oo kale iyo kuwo kale oo fara badanna dhib ma lahu sheekhu yidhi, waxna kuma jiro. Sababku ahaa siiqada iyo qaabka loo takbiirsanayo xadiid iyo aayad wax ku yimaada iyo nas midna ma jiro. Marka wax kasta oo wanaagsan baabku waa iska waasa ku dhuflay weeyaan, almuhim waa inuusan macnihiisa un khaldanayn. Sheekhu wuxuu yidhi walow ra'aa, haddii uu arko, fii cashri dilxijati, bisha dilxija ah tobankeeda dhexdeeda, haddii uu arko shay un wax shaygaasoo min alancaami xoolo ka mid ah, fal yukabir ha takbiirsado, de xoolaha akbaro tobankaa maalin dhexdooda allahu akbar ha dhaho. Hal masalu sheekhu uusan tilmaamin oo ah ciiddu in la isu tahniyeeyo banaantahay mise ma banaano, culimo fara badan baa wax ku sheegay, laakiin mubaax bal mashruuc weeyaan
ناوي الإمام البيهقي رحمة الله عليه كتاب في سنة باب لنبو عقدي وقلت باب صلاة الكسوف قل رحمة ذواتك صلاة ذي باب كهدي هي صلاة الكسوف سنة سنوية سنة مؤكدة لأدكي ويندب وحاسنها لها ويندب وحال سنية لها صلاة الكسوف كي الجماعة والله سنية في الجامع في المسجد الجامع في مساجد الجامع الحديثة إن لو جر لو قلت كذا يا سنة ويحضرها صلاة الكسوف كي وحا إيمانا يا منقف با إيمانا يا لا هيئة وحيئة لها أصن أسقنانين ومن النساء الدمك يعني وحلق الدوني وحقا وهي صلاة الكسوف كي ركعتان لو ركعة دوين هل كان يحكوا الرمي يا صلاة الكسوف صلاة الكسوف لا مخصوف لا مدى دوني المعين عكسوات كعبيني كالتا كسوفك وقل رحمة ذوبان أما دي حمد ذوبان مدى دوني ده صلاة كسوف كحكم كذو كاقا والرمي وحكو يروى صنو صنو هنا هو صنو مؤكد أه بركي ليلة هو صنو بقوني قوني با لوتو كان أيام يسوى ذا جربا لوتو كان شاق وحوير الجماعة أيا صنع يعني قوني نوا لوتو كان كرابت كفا مسي مركي الجماعة اللي قلتو كان أيانا مسجد كجامعة هين اللي قلتو كذا أيا هبونو في عن حتى هدي مساجد كجامعة هدد كعريلي وكل نقني هل قلتو كذا علماء الله صاوك وحاولي أنا دي الله بنام بالله بحالي يا الله قل رحمة ذاتي إنو ماشك بحوضي حيوسك أما قل رحضي أي صوبح ذا إياه لغي عبا عاد كي يمدوي وقبح ويحضرها من لا هيئة لها من النساء وحاوي الدمرك يا إيمان وقابتا إيمان لقدتو كنية تي أن لدويني نوي انت أمواتي عيدا بيلمت شاقو حكو يري ما يقرق عدد با لو تكن وعلا ورق عدد قابك لو تكن أقل إيا أكمل بيلاد هاي وصورة وحير شيخ وأقلها ثلاث ركعتان كأنت أغير أيك صوف أنت أغير أن يحرم وأن محرم الله أكبر ويرى تكبيرة الحرام في الوجل الصلاة فيقرأ وأخري الفاتحة فاتحة وأخري ثم يركع وأنت أغير يعني ثم يركع وركوع ثم يرفع وكري له مدح سوى فيقرأ وأخري الفاتحة فاتحة مرة بعد وأخري ثم يركع وركوع ثم يرفع مدح كرسه قاضه فيضمئن وكو حصله ثم يسجد وسجود سجدتين لما سجودات وسجود فهذه هي ركعة ركعة وهي فيها ركعة لحظة أي كسب من هذه قيامان لما استاقي وقراءتان لما أخرية وركوعان لما ركوع يا كسب ثم يسلي وتكني الثانية من دلوان كذلك سلاس وكل وتكني أنت أوي كسوف يا الله ينك كسوف وتكذي وين كأسح حويان إنه صلاة الله أكبر له فاتح هذا وآخر فاتح هذا مركو آخر يوم الركوع ماشان مجرتو محل لي جري نقادي لأن إنه كنا قادي إنه غيري يتحكم مجرتو ده أقل كم سو بده جلس كدي ماذا حكروا سو قادي قراءة كلو بلاوي وفاتح لي بس آخر كدي من الركوع اعتدال كيف وصمين يا اعتدال كده وكو حصل يا كدي من السجدتين بوصمين رجع عبد أول ما هيستلمت رجع عبد الله بعد سدى أكل وصمين مركو على لور رجع عدد هل كل رجع ولا لبى استاج يلا بقى أخرس يلا بقى الركوع عاد يكون شرامي انت عصا اوير سمينك شوف وحير ولا يجوز ما بنانا زيادة قيام استاك كردتانك والركوع وزيادة الركوع ركوع كردتانك ركوع كردتانك هذلي لتمادي الكسوف كسوفك انو سيد اراضة ولا النقص الا نسقامية ولا غير اي انت هيدنا ما بنانا لتجلية راح يوفيد انت او هيدا ما ضيح يوفيد مي اوكي تنينو حوي هدي مركو صار دميه وصلها كسوف كيولي وسيج راي استاج كدر أما الركوع كدر وما بنام هدي هرك على مركو تكذي أو شادي لما يسترن وضيع حبا وعداه وراح ذي بأي كعداتي بدو جيك بحده من نص قامين يا سلادي ما من نص قامين وين لما يسترن مركو ولا نقص لتجوية الناس أنت أغير وأنت أكمل واسو ما وحير شاخ وأكمله أنت وقول لهم السرن كسوف وحوي بعد الافتتاح افتتاح قداشي يود تعوذ قداشي أعوذ بالله والفاتحة فاتحة قداشي البقرة هي سورة البقرة إنه أخرية في القيام استاق لحظة إنه أخرية استاق الأول يهري وآل عمران آل عمران إنه أخرية في الثاني استاق الأول والنساء والنساء وأخرية في الثالث استاق سدحات والمائدة مائدة وأخرية في الرابع استاق أفراد أو نحو ذلك أما أنت آية هذه يقدر كذا وحولك ما سدى أوقف عن صومه ها صلاة قل الله أكبر افتتاحي فرفر صلاة كدبنا أعوذ بالله كدبنا فاتحدي لما يسوء فاتحدي ملكة لما يسوء أفر استاق بعد استاق
أفر استاك وياه لأن است ركعتك كواد لا بقيام بكوجر ركعتك لوان لا بقيام بكوجر مرك فاتحة كسب لو إلا ما إذا أنت طمين يسوي فاتحة بقرة قيام كواد قيام كلواد آل عمران قيام كسدحان النساء قيام كأفران المائدة أما آية هذا وحب الدكمة وصدى أقول لي ريس يا حبا لكن أنت لي ريس ودت كين التجوي هذا هو بنت قارسة نقول على ذلك الله وكني تضيت أنك بسليحي تونك مالاس يعني وين التجي أنت أزوى جسم نقول تجي وحقان تكنين مرة سجودة أفر أها قدر ما دام ما دام اللي استاك صولة هايين لو ركوع نصلاة عير اللبدي سجود ما أنت الله أقدر من أسكت له ورنا عير ويسبح وتسبح سنة يا في الركوع الركوع دي الأول هو الرئيس بقدر 100 آية بقول آية إن لا أجمع من البقرة سورة البقرة وفي الثاني الركوع ذا لبان بقدر 80 سدات إن لا وفي الثالث الركوع ذا سدحان بقدر 70 تضوات إن لا وفي الرابع الركوع ذا أفران بقدر 50 وكمتن إن لا سألوه قال لي يا شيخ وحاول قيام كيف على الأيرين بوكسة ورمي الركوع دي إنما على الأيرين مسلمان الأيرين ولا الأيرين أفر الركوع هذا يستعمل الركوع ذي كوان سورة البقرة بقال عاد بقال عياد وكم ذا إن قدك ما أنت الآخرين لها وأنا الركوع سنعته الركوع ذا اللي بعد صمة ها كنت سديت عياد هذا سورة البقرة كم ذا أنت الآخرين لها ناد الركوع سنعته تصدحان بقدر 70 تعفران بقدر 50 ساسو شاخ وحكي وباقيها صلاة أنت كسوها لكسوف كغيرها كسوف حان أهين بين لم يتأوى من الصلوات صلاةها ركوع دي والقيرين قيام كينا والقيرين أما أنت كلي سجود الجلسة بين السجدتين يكوى صلاة هي اللي مديهم بكويري وهذا غير معتمد وين لأنه حكم وباقيها كغيرها من الصلوات وكتاب كله أن السجدات لا تطول سجودين للدهرين والمعتمد تطويلها نحو الركوع الذي قبلها فيكون السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني حيث وصعنا يا المركة الركوع لون انتي لغرده انتي لغرده قم بقى انتنا لغسيته يا تاسوي ثم يخطب صلاة دي قوتو كذا كصوفك يقرح مدباتك ثم يخطب وخطب آخر خطبتين لو خطبة وكل جمعة الجمعة دي وكلاءها فإن لم يصلي هدي مسنتك من صلاة كسوفك حتى تجلى إلى أفيد مع الجميع يعني قل رحت لما أنت إلى أسوفيد أو غابت أما قدك أي قشة كاسفة إيذو مذو قدك قشة أو طلعت أما ويصوت ألت الشمس وقل رحت إبا صوت ألت والقمر ديح إبا صوت ألت خاسف إساق أو مذو لم يصلي متكني تنو حاوي دور مسألة وصلاة الكسوف أن الوجدين يا احمد وبان وجرا ام قر احمد وبان وجرا واقول كو بحاول قرحي وي مدباتي ما انت كمان يعني فيسبوك انا صور دكتي انا صورتي وعيال بدهم بدكم مشغول سؤال مو مشغول ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ايه ثاني من ايات الله ولا ادو دين عن كلا هذا ما انت كمان قرحي في يقينا اه اي حال دي جري وفيدنتيو أي عادي وحي وقاد ما يوحدات مركز أن سلات كوكودي لم يصلي متو كني أو غابت كاسفة أنه حوي قرح دي ويد عضي يضعه مذوبي قد كرش انتفاع يضم حواها ضوغي يفتين كواسومين هذا يفتين كحيل قيد وكلمات وحامر كمسيتو كني أو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي تنو حوي قرح دي وصابح دي يضعه مذوب أما ضيحي أيا صباحي إستقى أمده تعانا إيذن متكنيس شاق حير ولو أحرمها دي وحرمضا وصلاة دي كسوفك يقول رحمد باتك أيو الله أكبر يجري ووقعي فتجلت ويفيدين أو غابت أما ويت أعضي إستقى صلاة دي كتروي كاسفة إيذن ومده بيت أعضي أتمها والله ما يستريح تم حوي سادت الله أكبر الله ويجي بريو ولا الأعمال دي جروا وتنبع بنان كلمات مجوين سلادي ما هو طما استريسا طما استريسا ان او غابت كاسفه ولو احرم فتجلد حك سورجين هدي ان مركات سلاد جليسي اد ملينيسي كسوفك ان او جرو كدبنا سلاد مركي اد غشاي اي عداتو ان اي قرح خيلغا عدي حنا هنا تأيذا صلاة ذلك كعوي لماذا
علادان كتيدين لكن قاعدان كتيدين لا عبرة بالظن البين خضوه هو وحكم سقاط ملاهي مرة لأن ملاهي وحاق عدادي نسي وحبك كتيرين أو قرح حلي عدي أو غابت كاسفة أنه حاوية تسألها عن عصر كي وكلو قرح ذن أي مذباتي واد قش سالسلادي أوجرتي أوجرتي قدك أي قش إيه دو مذب ما لي انتفاع عيدي موتا يسا هذا هالكاسا نكو كان سلا يا ملاهي سا ما يأتمها ولم يستريها باب صلاة الاستسقاء الروضان صلاة سباب كهي هي صلاة الاستسقاء سنة سنوية سنة مؤكدة لكي ويندب وحسنا لها صلاة الاستسقاء صلاة الروضان لك وحال الله سنة الجماعة جماعة فإذا قرت أجدبت الأرض للكي ومحال به جري أباروب وانقضعت المياه به أي بقعان أو قلت أما إيار هذان وعده وعدنا يا الإمام إمامك وحو وعدنا يا أن سددك أي وعدين وأمرهم حو أمر يا بالتوبة الله النقشاء والصدقة إني وحل بحان ومصالحة الأعداء إدت كعيد ويسويه شيس كود وصوم ثلاثة أيام صدح مال الصوم كود أي أمر ثم يخرجون ويبحيا في الرابع في اليوم الرابع مان كأفراد بإلى الصحراء بنان كوبحيا صياما حاليا كوصوما في ثياب درد حديبا كوبحيا بذلة أوركي خدمة إيو قري أديقة تنين وحاوية صلاة الاستسقاء صلاة الروض طلبك صلاة داس حكم كيدو كو شيغو وحكم يرشاخ واسنة سنة دونو مؤكد كده من حكم شيغي قوني قونينا إن لو تكون كده وذا جر إن لو تكون لكن وذا جركو وسنة يهي قورت اللي تكون إيه صلاة الاستسقاء مشروع تهين وكو شيغو وحكم ينوى قورت لكي وأبارو قورت بيه أي قوان وتوتل لغوي أما بيه ويرادين وضدك كما في اللعنة يعني هاوشو مركا دين عاو دعضو بسيدا اي نقطو صلاة الاستسقاء ايه سنة صلاة اون لقب بالله بيه وحيابها كهر ايه ويحكو الرئيب الرحيم وكوشي ويحكو يري امامك دادك ووعدين دادك مركو وعدي وحياله وكو وعدي وحاكم اذا هده انو امرو اني الله اون نقضان لان الدم بيقودي ايه روكي ومحال ليه جرى وقوان اني الله اون نقضان وحلب بحان دادك عادو قدسكوها اني هشيان ايه ان اي صومان صدح مالن إن أي صدح مالين صومان مركة وأمره صوم كاسوح يسوب بدلا يا واجب أحكام تواجب وقادنا التبييت مني أحكام فربضهم بعلاقة الروا أحكام فربضهم بعلاقة الروا لكن هدي سن تبييت مني لا إيمان إن مالين كي وسكن يوم كرا المأمور كي لا أمري وكد عيا مأمور كي لا مع وكد عيا سنهان ود عيا سنهان ود عيا ثم يخرجون في الرابع ولو صوم ثلاثة أيام مركو أمره مركو أمره إني صومان دي واجبون قصدي إنه شاكني مرك صدح مال المرك صومان ما إنك أفراد نوي صوميا ما إنك أفراد بمرك سلادي لتكنيا ما إنك أفراد يجوا الصومان ببحيان مسجد يلقو تكن مهية بنانك يا الله به درك الله بحيا وطر فاخر أنا سيدي عيدي يوم حالي جرى جمعتي يكوى أنا هنا تركي أديك الوش قيني تركها صار لهم في صوتها وحلاص صعدة إياه اسم الله هنا طرف آخرها صاحب طاقة عليها حلاص صعدة وهنا اسمهم بيسود إله لوك يسوع لكتوي أذون الدواء هنا إكام قتوي وتخرج وحالها د لجو أجيو دعوة ذنا وحالها كم يذهب وياه حديث أبو هريرة وجرني سنسمع ما أشعث أخبرا القدرة سمين أشعث أخبرا يعني نختار وصلنا وتخرج ويبحي غير ذوات الهيئة تكوها هيئة يموقع قلوح ذبضا أن أصاحبك أين ويبحي أنا ومن النساء دمر كمذا والبهائم وبحي والشيوخ يعني والصاري والشيوخ وضياش وبحي والعجائز وهبريدي وبحث والأطفال عرورتي والصاري والضعفاء وضدك تورتي رأي والصحاء وكون ونعسني وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أقاربتي سيدتك حكتيدي ساي ويستطقون والغور والضلب بهم كواس والغور والضلب إياه هل كان يحاوي ضدك آذي الصلاة الاستثقاء وحاوي يامو كير حق دمر مركي الله صموها كوي أن هي آذي يموقي سجيد الشدع عن لهين يا بحي ولمن من النساء مركي لله العجائز ويكوها بريد أهوي كواس بحي أما قبل وهدي قشانتي أي تاي أما هي على تامي سلان ما بحى يسوي البهائم بالا ساري هي حوله وحال ساري أضياشة أمريدة دقوا شمها دت كلام بالا ساري عروتي بالا ساري دت كي ونونا سنا بالا ساري دت كي تبرت هي بالا ساري أقارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه دين شو جنب بالا ساري وألوه رب قلبي وكوكا إلهي بالي سديبيا
ويذكر وحسيا وشيغيا كل مد كسته في نفسي نف أهانتي سبو وحو شيغيا صالح عملي عمل كي سكن أبونا كسن ويتشفع وكو إرقي سن ويكو إرقي دل بعملها به عملك تنا وحاوي يعني قارتنا هذه الله بري سيد الله يهرت أجنتها أعمال شهادة كو أبون ونكسن بعد ما يمشي صاح حاضرين يساعد مسكح ديمان كو كينيسا كو أسبا أن إلهي أتكون بري يساعد الله يساعد إلهي وأنا يسدا 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 الأعمال الصالحة إن لو توصلنا ومشروع بتكرني سن حديثي شيخ حير وإن خرج هدي بحان أهل الذمة تكوي ذمة وصاحبك جبر يجزيه لا يقاضي هدي أي بحان لم يمنعوا له مد يده لكن هسه يا شيخ لا يختلطون ما درمنيا بناء انا انه وان احقص منيا انه وان احضر منيا ثانيا waxaa weey اهل الذمه ان اي رب طلب كما ان كسي اي بحان دبكم جرو دبكم جرو ان كستو يدهن علماء حتى ما انك waxaa la dhii imaamku maalinka na bixina maalinka la baxa dadana علماء waxay ka keenay iskaal taa laftirkeedo in lagu fitnooba laga yaabaan maalinki inaku muslimiin aan baxnay inuu waxa weey imaam waay maalinka baxan jug cirku soo dhaa مرك عددك الضعاف في الناس كقلب جوده وسكرادي مرك عدام كون بقى وشوف إن الدعامة كون بقى إن بقى حتى هذي تعد على العلوم الوحيدين إن لك الدواف يعني صابك وها نفس الدذا كت على الناس إن لا إسكت لحد رمضان هل معنى لا وبوح ومحققة نفس الدذا كت على الناس أربو معنى كود الروب يدان ومتوهم والمفسدة المحققة متقدمة على المفسدة المتوهمة يدان علمه تاسو تاسو لكن لا يختلطون بنا اساس ويانو قال هذا انو دحترمان عبادات كاينه صلاه انو دحترمان ما هبونا صلاه الاستسقاء للدين انو دحترمان لكن صلاه جامع موسك لو تكونين ان لاين كان خطر ويجا دين درو يا حقيقه وهي صلاه دي الرضله كركعتان لو ركعوده وكل عيد عيد وكلاها ثم يخطب خطبه اخرى يا خطبتين لو خطبه وكل عيد عيد وكلاها الا انه امام يفتتحهما خطبتين وفرفرنا يا بالاستغفار تم بدأ طلب كفر فرن بدل التكبير تكبير بدل كه ويكثر وبدنا يا فيه ما خطبتين كي لحظة من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا على آيات أنت عصب بدنا يا تنين بحوي أو شيخ وكور رمي صلاة الاستغفار ما قرر عدد وعلى ورق عدد قاب كيلو تكن قاب كي عيدا خطبتين بكدب آخرين قاب كيلو خطبة آخرين قاب كي عيدا لكن ما له تكبيرات ما له استقالها ما له تضوعها يعني خطبتين كان كبر رمى جاي مالك صوت تكبير تأيد وحكم بدل استغفار وحكم بدل يا سأنا أنتو خطبتين كان كجرن وحكم بدنا يا الاستغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يا آيات كان وأنا استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وآيات عصوب بدنا يا شاق حير ويستقبله وقبل ذا ويستقبله وجيسن ويا القبلة قبل ذا وجيسن يا في أثناء الخطبة خطبة لحظة ذا قبل هذا أي جزء سنيا، فبدأ الثانية اللواد ويحول وحور جن الرداء وجوي سنة وريجن ويفعل ويسميني أن الناس ضدكنا كذلك سدات بك سميني ويبالغ إمامك وحكح الإيراني في الدعاء دعاء سرا سواسي وجهرا سيا كربا أو لما قلية هل كان يحول مركا وخطبة اللواد أخرنا يوم أي جزء سنيا قبل هذا إمامك قبل هذا قرط وجسدنا جئس أيوب جدين لين عبر بر عورضها وكر صامرين يا قاب كأنه صامر ري كتاب كم حال بيجرا وشجع دت كنا سدا وسمي بسمين يا ما عنك هذا يحل جا وشوكه دعاء يؤاد أو حل أران إلهي بسدي بسبين بين سكري السهاصب الله أكبر يا ياوي شاغ حيري فإن صلوا هدي أي تكذان ثلاثة رضلك ولم يسقوا عن لورابين اعادوها ويسوعلنيا وانت اهبوا هدي الديار قروبان ثلاث عيد ان تكدان او فسقوا لورابيا قبل صلاه ثلاث كور صلوا ويتكنيا شكرا ما هدنا ويتكنيا اوغد وسلوا ويديسنيا اي با زياده كرديمسيو انو كرديو تنينا waxaa weeye de misaal iska dhici kara weey roob dalabkii baa la yimid ee baa la bariyay sidii mashruuc aha roob ma imanin lama waraabinin dadki waxay sameynayaan ilaa waan ku baranay waan ka jeesanay dhahayaan may ku celinay ku celinay ku celinay ilaa intu ay barro ka seenay sidii iyo ruulkii qaabkii bayna marayaan markasta misal kale ayadana dhici karto saddex imaani baa la soo soomay hawshay waa dhacday maankii afraad iyada la diyaar garoway oo la baxay cirka afarta jaabeesh isla soo qabsaday meegaan jub cirka soo yeeli
waxaa dhihi bas weeye waxaan u soconnayba waan helay waan guryaha annagan ku noqonayna may inay tukadaan baa dadku fiican waxaynu u tukanayaan mahadnaq rabbi subxaanahu watacaala galada u galay ayagoo u mahadnaqay waxayna weydiisanayaan hadda eebbaynu u kordhiyo taasna waa inta sheekhu wuxuu yidhi wayundabu waxaan sunnaha liahli lkhisbi dadka barwaaqada oo saaxiibka ah an yadcuu inay baryaan oo u rabi tuugaan liahli ljadbi dadka qaxa iyo abaarta ay ku dhacday wey khalfa salawaati salaadaha gadaashooda tanna dee waa masale muslimka muslimka kale uu ku leeyahay oo ah ahlu lkhisb iyo ahlu ljadbi baa kala jira ahlu lkhisbi waxaa weeye dadka barwaaqada oo saaxiibka ah tigaad dhulkoodii uu yahay roob si fiican u helay daaq helay weeyaan ee doogga uu baxay kuwaas inay dhahaan umaho annagu waan helay wax nagiye waxaa fiican in ay u baryaan dadka abaartu ay heshay asiibtay ku dhacday inay dadka khalfa salawaat maxaa la dhihi jiray ay u baryaan xitaa salaada dhexdeeda inay u baryaan rasuulahi shekh islam zikriy lansaari fi sharxi rawda asana madaalik sheekhu wuxuu yidhi wayundabu waxaa sunnaha an yagshifa in uu fayda bacda badanihi jirkiisa qayb ka mid ah liyusiibahu si uu u helo awalu madarin roobkan ugu horeeya madarka oo yaqa u dhacaya fi sanati sanada iyo xilligaas masaladanna waxaa weeye hee markii roobku uu wayundabu waxaa sunnaha an yagshifa in uu faydo bacda badanihi jirkiisa qayb ka mid ah in uu fayda liyusiibahu si uu ugu dhaco oo u helo awalu madarin roobkan oo ugu horeeya madarka oo yaqa u dhacaya fi sanati sanada dhexdeeda halkanina waxaa weeye roobkii baa yimid la doonayay roobka goortuu yimid mao inaad guryahan kaga xaroteen waxaa fiican sidan uu sheekhu sheegay odee xadiidkii nabiga sal allahu alayi wasalam ah oo ah awalu madarin yaqacu fi sana awalu madar yani wuxuu ka wadaa roobka uun yani xilligaa yimid ee u horeeya inaad isu dhigto jirkaaga qayb ka mid ah hadduu uusan wada haleelaynin oona wada asiibaynin qayb ka mid ah inuu ku dhaco ayaa fiican sheekhu wuxuu yidhi wayusabbixa wa an yusabbixa ayaa sunnaha inuu u tasbiixsado dhiracdi unkadkii iyo walbarqi maxaa la yidhahdaa jacdi miya unkad iyo hilaacba goortuu unkad uu maqlo ama hilaac uu arko inuu tasbiixsado ayaa sunnaha sheekhu wuxuu yidhi waidaa kathura goortuu bato almadaru roobku uu bato oo wakhushiya la baqo dararuu dhibkiisa laga baqo dacaa uu ducaynayaa uu rabitoogi birafcihi buu ku rabitoogi inuu eebbo ka dulqaado bimaa buuna ku rubitoogi warada soo arooray fi sunati sunnada kusoo arooray oo ah allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa allahuma cala alaakaami waadiraab wabuduuni alawdiyati wanaabit ashajar ayuu dhahayaa tanina waxaa weeye roob la-aan baa laga sheeganayay roobkii haddii uu yimaado uu bato lagana baqo in uu dhib keensado tuni iyo xoolo dadba inuu dhib u keensado haddii laga baqo dacaa birafcihi bima warada fi sunna waxaa lagu ducaysan oo rabbi lagu tuugi inuu ka dulqaado maona adaa ilaah roobkana dhaafiya wixii sunnada kusoo arooray ayaad ku rabbi tuugaysaa waana tan ah allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa eebow hareerahanaga yeel dushanadana ha yeelin allaahuma cala alaakaami ilaahow taagaga waadiraabi buuraha yaryarka wabuduuni alawdiyati meelaha biyomareenka wa manaabit ashajar geedaha jiridooda iyo meesha ay kasoo baxaan halka eebow ku sidaa ayuu dhahayaa كتاب الجنائز والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه أجمعين